هذا ويشارك وفدي من مجلس الشورى والنواب ضمن فعاليات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين، وذلك بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار التعريف بما تسخر به مملكة البحرين من قيم التسامح والحرية الدينية ودور السلطة التشريعية في تعزيز هذه القيم. لتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف من نيويورك سعادة عضو مجلس الشورى السيدة جميلة علي سلمان بعد التحية. طبعا الفعاليات التي أقامتها أو أقامها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه البحرين شهدت إقبالا منقطع النظير، وأيضا أصداء هذه الفعاليات استقطبت الكثير من الشخصيات، ولكن سؤالي تحديدا هنا بأن الدبلوماسية اليوم، الدبلوماسية البرلمانية، بلا شك لها دور في التعريف بما تعيشه مملكة البحرين من أجواء التسامح والتعايش. كيف يمكن أو كيف أسهمت السلطة التشريعية اليوم في مملكة البحرين في دعم هذا التوجه؟ بداية مساء الخير. طبعا لا شك بأن مشاركة السلطة التشريعية يعزز من الدبلوماسية البرلمانية. نعم. وإحنا مشاركتنا كسلطة تشريعية الممثلة بمجلسي الشورى والنواب كان لها دور جدا كبير في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، فكان على هامش طبعا هاي الفعالية التي أقامها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين. التقينا بكثير من الشخصيات من كافة الجنسيات اللي طبعا حضرت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصوصا أن موقع انعقاد هذه الفعالية كان بمقر الأمم المتحدة، وهذا طبعا هو اللي أعطى هذه الفعاليات أهمية جدا كبيرة. وإحنا طبعا حرصنا بأن إحنا يعني كسلطة تشريعية أن إحنا يعني من خلال ردنا على التساؤلات اللي أبقيت من الكثير من الشخصيات اللي كانت موجودة وحضرت الفعاليات والمعرض اللي أقامه مجلسي الشورى والنواب. نعم. أن إحنا نجيب على هاي التساؤلات، خصوصا كان هناك تساؤلات طرحت عن يعني معلومات عن شعب البحرين وتاريخ البحرين والديمقراطية ودورنا إحنا كسلطة تشريعية. وإحنا حرصنا أن إحنا نبين أن السلطة التشريعية أساس خصوصا مجلس الشورى يعتبر نموذج، يعني نموذج ايضا للتعايش والتسامح، حيث ان جلالة الملك حرص، جلالة الملك المفدى حرص ان يعين اعضاء مجلس الشورى ممثلين في كافة شرائح المجتمع واطيافه، وايضا ان التشريعات المحلية واللي يعني خصوصا دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني حرص على يعني تعزيز هذه المبادئ التسامح والتعايش ما بين التعايش السلمي ما بين جميع أطياف المجتمع، وأن احنا لدينا قواعد قانونية ثابتة وراسخة لتعزيز هذا الموضوع. فكان يعني لا شك بأن وجود السلطة التشريعية في هذا المحفل الدولي وهي الأمم المتحدة ووقت انعقاد الجمعية العمومية كان فرصة جدا مهمة. نعم. أن احنا يعني نبين ونوضح يعني تاريخ البحرين والتعايش اللي بين أطياف المجتمع. نعم، من نيويورك سعادة عضو مجلس الشورى السيدة جميلة علي سلمان، شكرا جزيلا لك.